والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا الساع، مرحبا مليون. طبعا في شوي شغلات ما اعرف اذا انتم شفتوها، الهربلزم وهالسوالف انا زدتها وهاي الامور، و حطيت المخازن هاي الزياده و كملت الفيشنج والمدرسه فل، بس عادي بيتخرجون كم واحد والامور طيبه. وقفت بناء بيوت، طبعا وقفنا بناء بيوت، عندنا 6 ليبرز الحين نبى نكدهم كد. اول شيء بسويه طبعا قلت لكم على طول التريد، ليش نبى نجيب بقر؟ والبقر البقر 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 هذا التريد. قلت لكم انا قبل بحط التريد هنا وسنضعه هنا، هذا هو التريد. انزين اظن التريد كم واحد يبه؟ انا اسويهم 4، انا اسوي بقريد حق هذا كله دام ان عندنا حصة. ابا هذا بقريد حصة على الناس تمشي اسرع يا اخي. زين اخ هذا بعد هني حطيت مال اعشاب مداود، لان عندنا نقص في السوق اعشاب الصراحة، و نقص مش طبيعي. فاللي حاصل الحين ابى احط هني مزرعة بقر. صبر خلينا نحط مزرعة بقر. الوضع متنح النهاية، انا اسويها مدينة عودة. اوه هو 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 حطي هني زين مكان اظني، هي زين، لا زين مو بحط هناك. انزين اتصور زين، المدخل وين بيكون؟ بتخل من هني من قدام اذا ما كنت غلطان. يقول يبا 6 بنايين بس ما مش بالضرورة يعني، انا اشوف الصراحة مش بالضرورة 6 يبنون بصراحة يعني، لكن بيكون زين يعني. بس بشوف الحين ابي يبنون هذا، عقب بينتقلون لبنو صديقنا التريد اللي هو راح يبن له بقر. التريد راح يشيل وايد من السماء لان عندي وايد اغراض. صحة الناس شوي منخفضة ترى، بس الفحم اظني يستغنينا عن وايد شو، عن وايد شغلات ثانية. هاي اللي عندي 12 واحد هني وصلتهم، وناس قاعد تخرج من المدرسة يعني تبغى شغل، بنشغلهم ندخل بنشغلهم، عندنا شغل حكم، ما عندنا مشاكل مع الناس. بس بيوت الحين ما ببني لان لازم ابني اكستنشن جديد واكل، مش اكل بالاحرى اعشاب شوي زيادة. خلينا نحط هني هنترز بلوج هنتر، هنا بنحطيه. حط هني الهنتر، هني مو بذاك الزود، بنحط الهنتر هني. نبى شو اسمه، شوي هالصب الطريقة هاي بما ان عندنا حصة، نعمل شوارع الحصة. اوكي بس خلينا نعطي أولوية حق هذا لأنه وايد قاعد أحطه في نفس الوقت، لأنه وايد ناس عندي ما عندها شغل. فشو قاعد أسوي؟ قاعد أوفر وظائف شوي 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 وظائف، والصحة قاعد تنزل ما قاعد تزيد ترى، ف لازم أنتبه جدا من الموضوع هذا. وهلا 12 غصب قاعد يفضون المخازن، ممكن نسوي الناس زيادة بس أحس فكرة غير منطقية وايد. ابدا 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 غير منطقية. فاللي لازم نسويه شو؟ انا اعطيته اولوية حق هذا، كلاب ما بنوا والله سحبوا علي. لاني حطيت شوارع وايد الحين، بس خلي يخلصون الشوارع بيسووا لنا هذا. بس اوكي الشوارع، لان الحين الهربلزم هاي قاعد ينتجون لنا اكل، المفروض صحتهم تزيد. بس ما عندي ريبورت حق الصحة، لحظة اوفر فيو هيلث. بس ليش شو سبب الهيلث نازل؟ كلوث 40% لابسين، اوكي ادوكيتد 16%، طلاب 17، فاميلي 60 عائلة عندنا، هوم 37 بيت. الحين سبرينج اللي هو الربيع اظني. انزين انفنتوري
نحن عندنا الانفنتوري تحت هنا اظني. نماد 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 ستودنتس تحت اطفال population سوالف التريد اللي بنحطيها. اوكي الحين بسوي تريد، مفروض ان هذا شوي شوي اظني مفروض انه يرجع صحة الناس يعني. ترى يا اخي ابنه هذا ابنه هذا ابنه هذا لحظة تسعة، خلنا نحط تسعة، عندنا وايد ناس، خلهم يبنون كل شيء، خل كل شيء ينبني في نفس الوقت. زين لازم نسوي اللي هو مال التريد هذا ونتفاهم معه. انزين مشكلة الحين بينترس الاكل، بينترس اكل بشكل مش طبيعي، فبنتلعوس شوية في المخازن. فالاكل بسويه حق تريد وايد، يعني مثلا عندني 5000 5000 5000 بحط 10000 سمكة حق تريد. شكله الوضع بيكون بالطريقة هاي. بس يبنون هذا، حطي اربعة يشتغلون هني على طول على اساس يستوي في ناس تلبس. انا اظني هذا ما عنده مشكلة بيجيب من اي مكان، حتى ممكن اهدم هذا واحطيه مكان ثاني. شوفوا عندي وايد ناس، فشو بسوي؟ خلنا نسوي، ما عندنا شيء حد يطبخ يستهم اكل هذا. خلنا ستورج بار، خلنا ستوك بايل ماركت تريد بوست. انزين انت بنحطي لك واحد، مو مشكلة عادي. الحين ما عندنا شيء اصلا، ليش احطي واحد؟ خلي يولي صفر، ما عنده شغل. اوكي هانتن كابن بنحطي اثنين، كم واحد نحتاج حق الهانترز؟ تسعة، بعد بنزيد واحد. انزين ما عندنا حد يستفيد من الاكل الاستعمال فعلي، والمستشفى ما قاعد يستقبل المرضى، يمكن مكانه غلط. خلينا نحط المستشفى الثاني، يمكن بعيد ما اعرف. بنحط المستشفى هنا، وبنحط الشابل مالنا فل ولا زين؟ الشابل مالنا بعده مش فل. اوكي وضعنا طيب. هاي اللي بيجيبوا لنا الحين لذر وهالسوالف. زين واذا حصلوا مكان طبعا. وهني التريد مالنا بيكتمل، مع ان عندي وايدين. وين سايرين البلدرز مالي؟ عندي اكثر من اللي احتاجهم اصلا، المفروض يكونوا ستة تبع لهم. زين بنحطي لنا بعد، نحن شو ما حطينا، بنحطي تافرن بس مش الحين. ليش؟ بحطي لان التافرن شو يباله؟ يسوي الكحول، لكن وانا لازم احطيه في كل الاحوال، فخلينا نحط التافرن هني لان ما عندنا مكان خلاص داخل، ما عندنا مكان. زين بس هذا يا جماعه الخير ملعوزني شوي. شو اللي ناقصنا؟ حديد؟ معقوله ما عندي حديد؟ كل هاي اللي يشتغلون في الصناعه ما عندي حديد. والله بعد بنحط اثنين في الصناعه هاي، اقول لكم بنحط اربعه أربعة ستة. أوكي والحصة شو وضع؟ بعد بنحط اثنين غير، وبننزل العمال لأربعة، بنزيد اثنين هني. بشوف أظني اللي زادوا هني بيسوون شغل وايد. بس زين زين الحين شو بنسوي؟ بنسوي لأن عندنا طلاب وايد، عندي 16 طالبين، فما عندي مشكلة بشغلهم في المناجم. بس الوضع ما فيه، لأنهم أي وقع يبنوا هذا الحين، بيبون حديد. الحين بينا حديد وايد، مفروض عندنا 100 نفر كبير، عندنا كذا، عندنا ناس تنولد، الصحة مش ولا بد. انزين قلنا السمك بنحط كم؟ 10000 سمكة بنحطي، ما نقدر صح؟ 10000 يستوي يستوي 9 9 9 اوكي. وبنحطي فايرود بنحطي 200 300 بحطي 300 بنحط اعشاب ما عندنا الحين اصلا، ما عندنا هذا اصلا. اوكي ممتاز. وبنشغل هني ثلاث. اوكي وهني بعد بيشتغلون الناس، ويبالنا مزرعه، مزارع صغيره، مزرعه سبعة في سبعة حق منو؟ حق البروري، حق هذا اللي بيسوينا الخمره. اقول التم، ايوه سبعة في سبعة، بنسوي ثلاث مزارع شجر، سبعة في سبعة، بطوف شارع من وراهم اللي يلفون حول
مكان كيف ما يبون. اوكي وهني قاموا يبون سمك، لازم يبون ترى وايدين ما شاء الله ثلاثة يعني مش شوية. ليش ما يبوا سمك الحين؟ فيرود اول شيء يمكن اغلى شيء. فاليو 10 هذا، كم واحد عندنا بعد؟ خلنا نزيده واحد. زين مو مشكلة، عندنا ناس بتتخرج الحين يبون وظايف. وكم بلدر نحتاج؟ مش وايد بلدرز نحتاج، بنزيد واحد هني وواحد هني وواحد هني. الاوركيد وشو قلنا يحتاجونهم؟ بير بير. اوكي هذا ما بينفعنا حق ال، في واحد توفى بنمسك حد مكانه، ما عليه مشكلة موجود الناس عندنا موجودين. زين ثلاثة هني واحد هني، في ناس بتتخرج. انت من شو تسوي تنتج اصلا؟ ما اعرف، ممكن ننزل ترى اثنين من فورستر، ممكن ننزل اثنين من ستون كتر، ممكن ننزل اثنين من ماينر. ماينر نقدر ننزل اربعة بعد دون بقى. فما عندي مشكلة فعلية في هذا انا. تشوفون انزين الحين اللي نباه ايينا راعي التريد، ما ادري من وين ما بيجي من هني. تشوفون في فتحة انزين ان ايينا واحد راعي تريد. زين ونحن حاطين سمك 10,000 سمك حاطين. زين ونبى نشتري جاكيتات، بنشتري ثياب، بنشتري دواء، بنشتري اي شيء يعني ممكن يفيدنا بنشتري بكل بساطه. يعني هاي المويه يا ابو السمك لا تقولي من اخر الدنيا. بنقال والله يا ابو من اخر الدنيا حمير حمير بمعنى الحرفي. انزين هذا بعد ما انبنى، لان ليش نحن كم بلدر يبان له؟ خمسه. ها كم؟ ليش خمسة يبالها؟ اثنين. انا اعطيتهم يبنون شيء ثاني اصلا. زين خلنا ننزل اثنين من ماينرز وبنزيد. خلاص خلنا نزلناهم اثنين ماينرز. اوكي في حد شيء بتوفى وهذا امور طيبة. بنحط دكتور زيادة، دكتور هنا بنحطه، دكتورين بنحطه. اوكي الهيلث مالهم تعبان، نحطي لهم دكاتره ما يروحون المستشفى، نعطيهم اعشاب ما ياكلونها، نسوي لهم كذا ما يسوونها. فشو تبون نسوي لهم؟ هذا تريدر يانا. زين خلينا نشوف شو عنده. عنده ويت سيدز قمح، ما يبى سمك. ما يبى سمك الوسخ، مش عاوز سمك. عيل خلنا نزيد الفير وود يتسالف الطريقة هاي لألف، وبنزيد بيريز اظني 19% فل 500. بنزيد حديد ما عندنا، كذا ما عندنا، حصب اني ب200. بوتيتو ما نبى، روت ما نبى، اونيون بني ب500، لوك بني ب500، ايرون تول بني ب50، هايت كوت ما عندنا الحين اصلا نبى هالسوالف. انزين ها معناه هو يباها شغلات معينة يبا. هذا هو ما يبى غيرها، بس ما بقى محل الحين. حاليا انا ما بقى محل صراحة، فدق دسمس لان يبون سمان، يمكن حد يبى يبى سمك. بس بسوي مخازن لان انا عندي مشكلة تخزين. زين بيوت هني اكثر ما ابى خلاص، فشو بسوي؟ بسوي ستورج بار. اشوف هني، لا لازم شارع حوله يمر. واحد اثنين يكفي حاليا. بنسوي شارع بهاي الطريقة. ليش؟ اوكي اصلا ما في مسافة من ورا، مو مشكلة عادي.
مش محتاج ذاك الزود الستورج بارنا زيادة. فاتس اوكي. ما عندي مشكلة. الحين هذا يباله موظف. واحد يباله. ابل. بيتش. يسوي من بيتش. هي. بيتش اللي هو هذا. نحن بير نحن عنه مش بيتش. ايوه بير. شو البير يا جماعة ما اعرف. مش متأكد. تعرفون اكتبوا. بير اظن كمثرة. كمثرة هي. هي صح كمثرة. ها صورة كمثرة. اوكي. انزين. هبا اسوي بقر. بسوي بقر. في ناس جاي عندي بتخرج اتحاتون انتوا. بس المشكلة الهيلث قاعد ينزل. انا ما اعرف سبب نزول الهيلث. هل هو سبب كذا سبب ذاك ما اعرف. زين. زين. جراف كذا كذا. شو ممكن اسوي الحين؟ انا شو ممكن اسوي؟ ابا اعرف. شو ها شو يسوي؟ سيف كاميرا لوكيشن. لا. باتس. ما نبا. نبا. بيوت كلهم ستون الحين قاموا يستوون. مدرسة زيادة ما نبا. خلنا نحط بير هني. احس ان بير بيكون زين. شوية ابار. زيادة يشربون منها العالم. مش غلط احس. زين. ونبا هذا ما قاعد يشتغل لان البير ما استوى هارفست حقه. زين. تاون هول عندنا. تشابل اوريدي عندنا. بعدها مش فل. زين. ونبا نبا يا جماعة الخير. تريد هذا موجود. زين. عندنا سامان هني موجود. انفنتوري شبه فل. انا احط لي هذا في التريد. ما اقدر احط شغلات زيادة. في ليمت. مثلا مشروم اظني اقدر احط لي 5000. اذا ما كنت غلطان. انزين. يا انا تريدر ثاني. خلنا نشوف شو عنده. عنده كاتل. كاتل. 1600. يبى سمك. مشكلته ما يبى سمك. ما يبى سمك المشكلة. 4000 اللي عندي يسوى. هذا 4000 اللي هو عنده. 4800. هذا بسبعة. وبالطريقة هاي نسوي تريد 6 كاتلز. بوظف واحد هني. اوكي. بس ترى شوفوا عندي كتل 17 راس اقدر اخلي ان شاء الله ما يذبح من نفس اخر مرة. وين ال وين الراعي؟ وين الراعي؟ انا حاط راعي يا جماعة الخير. والله اني حاط راعي. زين. اوكي. ممتاز. هذا الراعي ياهم. يا 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 اخ تذكروا اخر مره سويت كارت؟ لا ما تذكرون صح. يوم طقع جوي مسحت ال هذا فوق في الهواء. ما علي بسامحه. انا مزكم شوي ف يم اروح بيوت. فانا اسف اروح شوي ميوت اسوي اعطس يعني شويه. انزين هذا بيحصل بير قريب ونحن بنحصل تو بانز قراب. فل كل شيء فل. كل شيء عندي في الدنيا فل. فابى اسوي مكان. ابى اخفف انتاج الاكل شكلي. فشكلي بنقص 4 من اللي يسوون سمك وبشوف شو الوضع عندي. انزين
خلنا نسوي ابجريد حق هاي اوكي. عندنا ناس بناء بحطي اربعة بلدرز، سوي ابجريد حق اثنين بحطي ستة بلدرز، سوي ابجريد حق اثنين زين. خلهم المفروض يسوون ابجريد سريع يعني، لانه وايد بلدرز عندنا وعندنا موارد. بسوي اثنين اثنين اوكي، وعقب بشوف شو اخبار البقر ترى اخبركم من الحين. بنسوي بقرات كل شيء ستور. الحين من هني انا مش متاكد شو فعليا المفروض اسوي. بروور ها تابرن سوينا، هذا يخلي الناس سعيده يعني زين. ايرون تول اوكي شغال عندنا. ها بنو اثنين بعد بحطي اثنين، الثالث يوم ينبني بسوي، بس بخلي هايل على المت المحتاجين للبناء، لان هذا ما فيه مزاح. هذا اذا مزحت في الموضوع هذا عندي 44 حديد، يبالي 10 حديد اوكي حصة عندي. اوكي خلهم يبنون هايل لان الشتاء جاي قريب. شو اخبار بقر مالي؟ كان عندي كم؟ ستة. نايس استوى عندي بقر. عجيب عجيب الوضع ان استوى عندي بقر. اوكي جالس اسوي لكم ابجريد بيوتكم، لا تصيحون، تسكنكم في بيوت عدلة مو بتصيحون علي. كانوا ساكنين سكن جماعي قبل فترة. اح زين خلى الشتا يروح، هاي اللي ينبنون، عقب ببني اللي عقبهم. دائما عمال الماينرز يرحبون بحد زياده، عندي ناس زياده لنا، خلهم يشتغلون ماينرز. زين هاي استوى الابجريد، الحين بيستوي الابجريد بيحصلون بيت. شوفوا ستورت فاير وود مو معنا اوكي، مش اوكي ابدا، لان احنا وايد قصينا حق شو، وايد ودينا حق التريد، مبادرات تجاريه. زين شو اخبار الاكل؟ انتاجنا الحين عالي، شوفوا هني ني برودكشن، اكل عندنا الحين انتاج عالي اكثر وايد من اللي نستهلكه، بس فاير وود لازم نزيده. فبحط هني لان عندي وايد عمال، بحط هني فورستر زين، بحط هني وود كتر، وبحط هني مخزن قريب. بنشل هذا الشارع، بنحط مخزن بعد قريب، بعد بلدرس خمسة ما ادري كم. هل يشيلون الحصة الشارع زين؟ بنحط هنا بعد مخزن شوي اكبر. زين حطينا مخزنين هني، بيجي الود كتر من هني لين هني عادي، مسافة بسيطة، او ممكن حتى نحطي له هني مخزن زيادة. اوكي وهني شو اخباره؟ عندنا تريدر جاي. عنده كوت، ابى العشرين كوت كلهم، ابى عشرين كوت، وابى فاير وود. متوهق انا في الفاير المرة، بشتري ولا لا؟ ما بشتري. الكوست عشرين، لانه كم يبقى مني؟ 400 420 560 ريد 60. بنعطيه شوي ايرون، نوصل 640 660 720 700 واحد 840 فايرود شوية زيادة مو مشكلة. تريد خلي يعطينا شوي كم كوت. انزين بنحطي
وود كتر هني بنحطي 4 يبقى 16 فورستر صح؟ اي 16 فورستر بنحطيهم. خليه يزرع هني ويقص خشب هني ويحط اللوجز هني. دام انه موجود اوكي لان هاي اللي بيجيبونه عندهم. ما عندنا مشاكل. في واحد توفى ليش؟ ها حصة طاح على راس المسكين في المنجم هني، منجم الحصة. زين؟ شوفوا كم لوك عندي هني. هني يبالي بعد وود كتر والله. وود كتر اللي هني وين يروح؟ صبر بنحطي وود كتر هني. طريقة هاي. زين؟ وبشل الود كتر اللي هني، بس هذا ينبني. عندنا وايد بلدرز، امورنا طيبة. عندنا وايد بلدرز أكثر ما نحتاج. لأن الناس زعلانين ما عندهم جاكيت صح؟ قلنا؟ فشو بسوي؟ بنبني لهم هذا الحين. زين؟ اوكي بنحط ود كتر بعد زياده طاف. خلي هذا يجيب من اخر الدنيا. معنا وايد عمال بنحطي بعد ود كتر زياده لان الود ياس نستعمله كتنج نحن حتى حق التبادل التجاري نستعمله. اسف نسيت اسوي ميوت. انا اسف 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 جدا تعبان لكن بسوي لكم حلقات. اعتذر منكم بصراحه اعتذارا شديدا. انزين الحين هذا ايوه لازم يبوله بيتش. اذا يبوله البير هذا نبى نزيد الصحه السعاده فول. نبى نزيد الصحه نبى نزيد الصحه. كم واحد مش لابس جاكيت؟ كم واحد قلنا؟ children clothes 99% منهم. اوكي educated 46%. حلو. عوائل زادت كل شيء زاد. فوتو هايل هاي شغالين هني نايس. نبى نزيد صحتهم بس ما عندنا مديسن هاي المشكلة. بالنا لا مجموعة مخازن مش مخزن ولا اثنين. بس وين احط المخازن؟ انا ما عندي مكان. حصلت مكان حق مخازن. حصلت مكان حق مخازن. يبالي انزل مود يكون فيه مخازن وايد. كيف ترتيب؟ يبالي مود فيه مخازن وايد. خلنا نحط هذا الدرب كامل. حصة 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 حصة. هذا الداون تاون هذا لازم حصة. شوفوا حصة. اوكي خلنا نسوي مخازن. زين نسوي مخازن. مجموعة مخازن هنا 6 في آخر المدينة هني. بيون الماركت ماركت بيلين هني. ما عندك مشكلة يعني. ما عندنا مشكلة فعليا. بيوصل لين تحت. بس هذا كله على اساس نزيد ستوك منو نحن؟ نزيد ستوك مش الاكل والله هو الهدف لكن الاكل قاعد يحتل المكان. مع اني منقص انتاج الاكل بس بعد انتاج الاكل عندي مطير. وفي اي وقت اوظف 4 في مال السمك وخلاص. مال السمك موجود يعني. منقص 4 انا بس حق انزل انتاج شوي على اساس انه نلحق نسوي ادواه السوالف جاكيتات الامور. انزين هني يبالي نسوي اصلا مدينه بروح. تصدقون يبالنا ماركت ثاني. فخلوني بسوي ماركت الحلقه الجايه هناك. نحن الحين في التريد. نحن كله عشان اسوي البقر انا اصلا 10. انزين ابى اسوي مزارع وهاي الامور. حصل قاعد يسوي. نايس نايس. 29 28 خلاص صحتهم هم ميتين وايد. انا مش عارف سر الصحه وشو ممكن اسوي اكثر لكن كل شيء انا في ايدي ترى سويت لهم. كل شيء في ايدي سويت لهم. بدل المستشفى 2 مدارس سويت كذا سويت. ما في شيء تقريبا ما سويت لهم. طاح هذا مسكين.
اسكولد كيف ان الكهف طاح عليه مسكين. التولز شويه نازل عندنا الستوك. وين البلاك سميث مالنا؟ خلينا نحط بلاك سميث مره دايركت عند الحديد، شو رايكم؟ بنسوي لنا بلاك سميث هني. زين نحتاج تو بلدرز، خلا نفضي الباقين. زين سوينا ابجريد حق البيوت؟ لا خلهم سته. بسوي حق بيتين ابجريد الحين. زين كل شيء عندهم يبونه في السوق. كل شيء قاعد نسويه، المدسن قاعد نسوي كذا، قاعد نسوي مش عارف شو اكثر قاعد اسوي. تبون سوق هاي؟ اوكي فاضيين. فالحين هربلست مالنا يقدر ياخذ راحته. ابى احط بعد هربلست، ما اعرف ليش الداكن دو ترى ما يكفي. ادري ما عندكم بيت، بس بيستوي عندكم بيت، لا تستعجلون. يا الله العيله هاي. زين نسوي هذا. خلص ولا ما خلص؟ بعده. زين خلهم يبنون هايل. بنسوي لهم الحين ابجريد، اقول لكم 8 بلدرز ما عندك مشكله. بنزلهم يوم ما نبى. زين 8 اوت اوف 8 عندنا شغالين. خلي يبنون هذا المكان، بنحط بلاك سميث واحد، بسوي ابجريد حق كل البيوت. عندنا اظن عندنا موارد تكفي يعني، بس بلاك سميث هني وايد بيساعد يعني. ذاك ياخذ درب طويل لين يسوي وهذا وهاي الامور، كان هذا الدرب قريب بيكون ترى. والفاير وود قام يستوي وايد عندنا من اوكي وظفنا واحد هني. والحين شو بنسوي؟ بنسوي ابجريد حق هاي لين يقول 8 اوت اوف 8، على اساس ما نمزح مع البيوت، لان الناس تتم بدون بيت. وبنزلهم الاثنين مره ثانيه بعدين، ما عندنا مشكله، امور طيبه. نحن اهم شيء سوينا شو عندي انا؟ سويت مزرعه البقر والتريد بوست هذا. انا هاللي كنت بسوي، هذا التارجت مالي كان واتشيفت يعني الصراحه. انزين خلي يبنونهم البيوت، نحن 8 اوت اوف 6، خلى نبني اخر بيت عندنا، نسوي له ابجريد الى حصه. وبعدها صحتهم متدهورة ترى، صحتهم مش اوكي. انا اخبركم ترانيا صحتهم متدهورة، بس ان شاء الله تتعدل الصحة مو عليك. لان الحين الاكل قام يوازي تقريبا منو الانتاج بعده فوق من نحتاجه. انزين اللي مو نبا خلم فنشه. بالطريقة هاي استوى عندنا مجموعة بيوت. المرحلة الجاية بسوي ماركت هني وسيستم كامل جديد هني، بس بسوي سيستم مخازن كبير اظني. انزين هاش اخباره، عنده 500 لمت، عنده لوكس، عنده كل شيء هني قاعد يبني، يقدر يشيل من عندهم واموره طيبة. لحظة عندنا ستيل صح؟ خلنا نسوي لهم ستيل تول. لحظة الوضع تي غير، نحن عندنا كل الموارد نسوي لهم، يبالنا وول بعد تصدقون. زين ستيل بلس لوك بلس ايرون، نسوي لهم تولز افضل. نقدر نسوي لهم بعد هذا صح؟ خلنا نسوي مزرعة نجيب فيها شو؟ خرفان ويت سيدز، قمح. يبالنا قمح؟ ما ادري اذا يبالنا قمح ولا لا، بس عندنا اوكي ويت سيدز. انزين نايس. انزين وابى اسوي مزرعه حق منو؟ حق خرفان وكذا. سبعتاش في سبعتاش. انزين سوي له شارع. لحظة هاي ليش ما عنده بيت؟ وين بيته؟ بيوت كلها مبناية، ليش ما عنده بيت؟ ليش ما عنده بيت؟ عندنا بيوت حق كل حد نحن. معقولة؟ ما عنده بيت؟ بحط بيت زيادة. نسوي نخترع لك بيت الحين. ها؟ حطي بيتين زياده.
عندنا موارد ليه من موارد. اعرف في احد بيقول لي ليش تزيد بيوت ولا تزيد بيوت، بس مو مشكله عندنا، نحن عندنا كل شيء حقهم ترى. المشكله مش ان عندنا ولا ما عندنا، المشكله في امور ثانيه الحين. زين، حتى الخمر وهذا وربع سوينا لهم، بسوي سيستم مخازن كبير شكلي ورا، وبسوي مدينه لورا وعلى مواني، ابغى اسوي سيستم تخزين كبير، بسوي ماركت ورا، بسوي بيوت على البحر يمكن بدل مينا هذا، ما اعرف، بشوف طريقه. اكتبوا لي انتم تحت في الكومنت شو تبون، اكتبوا لي تحت في الكومنت شو تبون، وان شاء الله ما يصير خاطركم الا طيب. انزين، هذا فيو ليميت وضرب خلاص عنده، ما يقدر يسوي اكثر. بس بعرف هذا ليش كان ما عنده بيت، مو مشكله خليه يسكنوا عندنا شوي زياده، ما عندنا مشكله وياهم يعني. يبون اكل بنعطيهم، يبون كذا، ما حد يستهلك الاكل اللي عندنا اصلا. زين، هذا قاعد يسوي كذا، وهذا يسوي كذا، وهذا اوريدي ليمت ريشت عندنا هني، فيبان هني مخزن زياده تخزين. زين، نسوي تخزين زياده عندنا هني، ونسوي تخزين طول الدرب هني، تخزين وهني، تخزين مره، شوارع كلها تخزين نسويهم على اساس ما ينقص المكان يعني، ولا اذا راح بيروحون شوي بعيد مو مشكله، بس هني مشكله قاعد احط انا امور ثانيه. انزين، هذا شو اخباره؟ عندي بيلدرز اكثر من اللي احتاجه اصلا. انزين، فخلنا نشوف نوزع الاعمال. زين ترى ستون كتر، شو اخبار الستون؟ ناقص، بزيد 2 ستون كترز. قولكم خلوا ستون كترز 15 خلاص مره، خلهم ينشفون هالمكان. زين، وعندنا ناس جايه اصلا في الدرب، خلنا نشوف هذا الحين بينبني. مشكله ما اقدر احط خرفان، انا بحط خرفان بس التريه هذا يبيع لي خروف فقط، هذا الموضوع كله. عجيب 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 جدا. هالمنطقة لازم نخم هذا اني كامل تقريبا، مش تقريبا كامل لا، بنبدأ بناء بيوت هني لين هني على الضفة هاي، بنبدأ نمتد لي ورا، بسوي احتلال بسيط، وبنوظف الناس في ماركت جديد على اساس يفضي ستكات اللي عندنا، لان هني اظني بعد بيتعبى. هي ما يفرق دام يتعبى بالسرعة هذي، كل شيء راح يتعبى، ما في شيء فعليا راح يتم مكانه. هاي المشكلة الوحيدة، باقي لي طقتين يعني تستهبلون؟ انا هلي موداني. زين، انا ما بكتل، ابى خرفان، خليني تريد، هات لي خرفان. شوف شو عنده، ايش كثر سامان، ولا شيء عنده انا ابى. كوت يمكن ما ابى، عنده 14 زيادة كوت. زين، نبى كاستم اوردر، ما نبى وول، لا ما نبى هذا، لا بيكان سيد هذا، لا بيتش، لا بير، لا ويت، لا بيف، لا بينز، لا ابل، لا الي، لا بيرز، لا كبد، لا تشيري، لا هيربس، هاتلي ابري فيزت متن، انا ما ابغى هذا. اوكي، عنده هيربس، خلنا ناخذ كل الهربز اللي عنده ونعطيه مكانه. اوه سمكة، ابى افتك من السمك اصلا. بيتش سيدز الان كم استوى؟ 3900، 4000 هاي، وقمح ما نبى، ورم كوت والله، بس لان انا كنت افكر من السمك والله. زين، انزين، ونبى تشيسنات 1000، وهيربس خذنا كله، ويتفي ناخذ كامل، ابل ناخذ،
لا ابل ما نبه. خلنا ناخذ، خلنا نشوف 600 700. مستلاف وميتين ناخذ مشرمز عنا. لا اوكي، تريد تريد وتوكل على الله. زين، وكل مرة هات لي هيربز، انا ابغى هيربز منك الحين لان صحة الناس اللي عندي منتهية والله. ريزيرفز تول وزلو، اعرف اعرف، بس عندي ناس الحين واحد هنا بس شغلته في الدنيا يسوي لكم تولز فقط، ما عنده شغلة ثانية في الدنيا. يشيل الفحم وهذا و... وايرون ويسوي تولز. انزين، خلنا نزيد العمال اللي هنا، احنا عندنا وايد ناس. اوكي، خلنا نحط 20 واحد هنا، 10 هنا 10 هناك بيدومون، على اساس ينتج لنا ستيل عشان يسوي تولز زيداد. هاي مسكين تولز زيداد قوي بيكونن. اوت بريك هاز اكيورد. وات وات، ضربه مباء. ما يسوي اذبحه، روح الدكتور. في 2 مستشفيين ترى، مش واحد، عالجهم. روح الدكتور، روح الدكتور، روح الدكتور، روح الدكتور. شت شت، وباء انتشر عندي. يا الله، انتشر وباء يا جماعة، ما بكم تشوفون شو استوى. نشوفكم الحلقة القادمة ان شاء الله على خير، وبنشوف شو حل الوباء بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.